السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستطلاع الحكومي يا جماعة، الاستطلاع الحكومي اللي بيأكد يا ترى الناس عاوزة امتحانات إلكترونية ولا الامتحان عن بعد. الاستطلاع الحكومي النهاردة 58% بيرفضوا التعلم عن بعد و43% بيفضلوا الامتحانات الإلكترونية. ايه الخبر ده؟ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء عمل دراسة استطلاعية لبعض أولياء الأمور، عينة عشوائية كده في مراحل التعليم ما قبل الجامعة عشان نشوف رأيهم ايه. فبدأ يشوف في التعليم عن بعد الدراسة في شهر يناير الماضي وانتهى من تحليل بياناتها اللي يرفعها لعدد المسؤولين ومتخذ القرار، والاستطلاع جه كالتالي: أظهر أن أغلبية أولياء الأمور لا يفضلون التعليم عن بعد، وحسب الاستطلاع 58% من أولياء الأمور المستطلع رأيهم يرفضون التعليم عن بعد، فيما أن 26 منهم بيأيدوا. طب يعني إيه؟ قال لك معلومات الوزارة بتقول رصد في الاستطلاع آراء أولياء الأمور بشأن موقف الامتحانات أظهرت انقسام في الشارع المصري بشأن إجراءها أونلاين أم امتحان ورقي. مواقع كام يا جماعة؟ 43.3% إلكتروني، 41% ورقي. يا ترى إيه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية؟ انتظرونا، هيكون معانا أخبار كتير سواء على قناتكم قناة أجيال أندلس تي في أو قناتكم أجيال أندلس. سيب لكم كل الروابط أسفل الفيديو. كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال الأندلس، في أمان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.